بعتوهم على الفيسبوك وعلى الجوالات، بعتوا رسائل، اطلعوا في الجوامع بزعقوا، على الدور ببعثوا ورق، اطلعوا على السلك. هم اللي ماسكين البلد، هم اللي مسيطرين عليها، يعني كل حاجة بتصير بشورهم. حماس عملت المظاهرات عشان الناس ما تفوعش عليها. قالوا لك بدل ما يخليهم يقلونا احنا، ويفوعوا علينا احنا، لا نبعتهم هنا على السلك على الجدار وهم يفوعوا غضب. راح طول النهار التلفزيونات شغالة، كل ما تيجي الكهرباء مسيرة العودة، مسيرة اطلع واحشد. في ناس بتيجي، بحطوا الباص في منطقة الشجاعية، بتطلع الناس، بحطوا الباص على باب الجامع. هم اللي بخلوا النسوان يقدموا، يعني بقولوا للبنت قدمي، انت بنت والجيش بطخش البنات. بقول للولاد الصغار قدم، الجيش بطخش الولد الصغير. بقول له قدم، بخش الولد الصغير يعني بنضحك عليه بكلمتين. وشكلوا لجنة هم وحطوا كم من واحد انهم يسيروا امور المسيرة، انه يدعوا الناس تيجي، والناس تعبت وزهقت. يعني انا واحد من الناس تعبت وزهقت.